ما مدى صحة فرضية الحرب البيولوجية وراء تفشي جائحة كورونا في العالم؟ لماذا يكتفي العرب بمتابعة تطور الوباء عن بعد ولا يقدمون رؤيتهم المستقلة لكيفية ظهوره؟ هل يتسبب كورونا بتضامن عربي لتوظيف الطاقات العلمية العربية المنتشرة في الغرب لمحاصرة الجائحة؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان أزمة كورونا، العرب بين المبادرة والمشاهدة.